السلام عليكم ورحمة الله. ويوم جديد مع وزارة التجارة، وكالمعتاد وزارة التجارة تضرب يد من حديد في كل من يخالف أنظمة وزارة التجارة. اليوم وزارة التجارة في مدينة جدة بمشاركة لجنة شكاوى العلامات التجارية والحملات الأمنية من الرياض متواجدين في جدة، ونشوف الحملة لليوم. ولله الحمد تم القبض على العمالة، شكرا وزارة التجارة، شكرا الحملات الأمنية اللي اليوم حملة كبيرة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. أجهزة جوالات بكل علاماتها التجارية العالمية تصنع هنا في هذا المستودع، تقليد لأجهزة الجوال ماركات عالمية. نشوف مع بعض اللي اليوم هي ضربة استباقية. شكرا لكل رجال وزارة التجارة الموجودين والحملات الأمنية، كلهم جهد كبير جدا بذلوا. اليوم اللي بتشوفوه عبر الجوال هو جزء بسيط جدا من اللي شاهدته خلال هذه الحملة اليوم وياهم. يا اخوان هذه كلها أجهزة جوال جاهزة أيضا للحفر وطباعة عليها علامات أخرى. ثامر، إيش الأجهزة اللي أمامنا هنا؟ سامسونج وآيفون وهواوي، وأغلبها قطع هذه الماكينة اللي تشوف الحين المكان هذه يقوم وضع الجهاز وحفرها زي ما هو واضح هنا. سامسونج يحفرها على الجهاز، يجي الجهاز كده، يجي الجهاز بهذا الشكل. وهذا مو مطبوع هذا شيء؟ هذا مطبوع، هذا المطبوع. يجي الطباعة طبعا تكون هنا، شوف السامسونج عندك هنا. اي واضح الحفر الليزر، وهنا كمان ايضا ايفون، والايفون عندك جالكسي، وفي عندك الماكينة الثانية شوف فيها إذا فيها شيء، فيها السامسونج. اي واضح واضح ان البضاعة توها جديدة جايتهم لانها مرفوفة تحت، لسه ما اشتغلوا عليها. لو تلاحظوا يا اخوان هنا سامسونج، هنا كما تلاحظ مطبوع عليه، تلاحظ هنا علم سالم، هنا تلاحظ سامسونج اخر بدون شعار عليه، وهذا الجهاز الثاني اللي نحط عليه الشعار بعد الحفر بالليزر. طبعا الكميات اللي تشوفها من تحت هذه اجهزة جاهزة للحفر، هذه الأجهزة الثانية برضو تختلف الألوان والأشكال، كل هذه أجهزة يا إخوان هذه على أساس إنه بيحفرون، لسه ما اشتغلوا عليها، جاية من الصين بيحفرون عليها. عندك كمان الأجهزة تكتب استفسارات عليها ويبدأ يضبطها زي الطريقة هذه، زي الطريقة هذه بالضبط، زي هذه الأجهزة نطلعها بشكل عشوائي عشان يكون يعرف المستهلك كيف يفتح الأجهزة. صعوبة استكشاف. هذه أجهزة آيفون؟ هذه أجهزة آيفون. مثل ما تشوف. هذا آيفون. هذا آيفون. طبعا هنا يركب عليه القطعة مثل بالشكل النهائي، طبعا هذا مو براكب، الشكل النهائي اللي هنا لو نشوفه. هذا هو. الشكل النهائي. هذا الشكل النهائي للآيفون. الشكل النهائي، طبعا ركبوا على القزازة، قبل هنا كان ما في قزازة لو تشوف. هذا الشاشة من قدام، هذه يعني يستوردوا القطع الداخلية ويبدأوا هنا يغيروا في موديلاتها. كيف تقارن بين الأجهزة؟ شوف الاستيكر اللي فوق وشوف الاستيكر اللي هنا اللي فوق بالضبط. صحيح نفسها، ويضع هنا زجاج الايفون ويتم حفره طريقة. هذا الجهاز ايش هذا؟ ايفون، ايفون، يدعي انه ايفون يعني عارف انه ايفون، ويعيدوا برمجته ويعدلوا ويحطون اشعار تفاحة، وهذه استيكرات ايفون. شوف الكميات كيف يا اخوان، هذا جزء طبعا من كميات هذه كلها. ايوه استاذ سالم، هذه جميع اجهزه ايفون، ايفون تم حفرها وضع ملصق عشان تكون اوضح وما في فرق. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ومن الداخل كان ناس سامسونج، من سامسونج بس من هنا ايفون او افتح الجهاز. اي واضح استاذ كامل، لا اله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. طبعا لاحظوا هنا عدد ايضا من الاستكرات الخاصه بابل، ايفون، ايضا جالكسي، جالكسي. هذا ايفون، هذه بعض من الاستكرات الشباب يسوون الحين المحاضر والضبط والحج. هذا ايفون جالكسي، نفس المنتجات المغشوشه سامسونج، نفس العلامات المقلدة يتم الوصف والحصر الدقيق لها لحصر الكميات. الله يجزاكم خير. لا هذه استكرات ايضا، مجموعه من الاستكرات
للسامسونج، وهذه الايفون رول طبعا كميات كبيرة. شايفين هذا ايفون صيني اخذ فترة طويلة عشان يشتغل، تو الحين يشتغل. اضغط بالله قفله، شوف الصوت كيف يطلع. وكانها كاميرا تصوير. وهذا الجهاز قبل التعبئة، واضح انه صيني، باقي ما حطوا عليه الاستيكر حق الايفون او علامة الايفون. كذلك هذا، وبالنسبة لهذا فهو جاهز نفس الجهاز اللي تم الشرح عليه مسبقا. شكرا استاذ سالم، شكرا استاذ تامر، شكرا لجهودكم جميعا انتم وبقيه الزملاء. ما هذا صوت الايفون الاصلي؟ فرق عن الجهاز هذا؟ في فرق بالصوت فعلا. هذا تفضل. هذا ايش استاذ تامر؟ تفضل، بس على اجهزه اصغر شوي، في قطع ثانيه تتركب. طبعا كل الاجهزه هذه يتم تجميعها هنا وتعديل علاماتها التجاريه لاجهزه اخرى. وضع ملصق. هذه جميع أغطية الجوال آيفون. الغطاء الخلفي. الغطاء الخلفي. شوف الغطاء الخلفي. هذا كراتين آيفون. هذا كرتون ايفون. شوف جهاز ايفون جاهز للسوق. هذا ايفون جاهز للسوق. شايفين كل الكراتين هذه جاهزة انها تنزل للسوق. كل اجهزة ايفون في هذه المنطقة وغيرها من الاجهزة اللي موجودة. ايفون اكتب من برا خارجي ايفون مثل ما واضح، زي الجهاز اللي شفناه فوق بعد إعادة. هذا جاهز أيضا للسوق. جاهز للسوق. شايفين الكميات يا إخوان؟ هذا واحد من الكراتين اللي جاهزة تنطلق للأسواق. جهاز إيش هذا؟ هذا سامسونج. سامسونج. سامسونج جونا مرتفع وأكثر من شكل كمان. إيش هذا سيد نايف؟ هذا هواوي. هواوي. شايفين شعار هواوي. هذا ايضا نوع من انواع اجهزة هواوي. مجموعة كبيرة من الاجهزة اللي موجودة في هذا المستودع. اللي موجود هنا اجهزة بكل موديلاتها وانواعها، شواحن، كروت ضمان، كل شيء موجود. لأن ما شاء الله الاخوان قاعدين يعدوا هذه الاجهزة ويجردوها بشكل كامل حتى يتم تطبيق فيهم النظام الغش التجاري. هذه أجهزة هواوي صحيح؟ كلها هواوي. جميع هذه هواوي. هذا سامسونج. هذا سامسونج. شايفين كميات يا أخوان؟ أستاذ تامر؟ هلا والله. في شيء جديد؟ أجهزة آيفون. كميات ويلكم ايفون، المفروض علامة ابل تطلع في البداية، تطلع ويلكم. نظام غير نظام ابل نهائي، فهذه اكثر الاشياء اللي نواجهها في المستودع من كميات مقلدة كبيرة للايفون والسامسونج والهواوي. وهذه كلها اجهزة، كل هذه اللي شايفينها امامكم اجهزة. هذا سامسونج ولكن مع عليه شعار، بينحط عليه شعار ويتغير، وزي ما ورناك الأجهزة. شوفين هذه أيضا عدد من الأجهزة، طبعا بيتم عمل محضر واستدعاء وضبط مخالفة لنظام العلامات التجارية وسحب عينات، إجراءات الخاصة بالضبط. لقطة ختام. شكرا لأسامة الخشلان من إدارة حملات أمنية بالرياض، شكرا لوزارة التجارة، شكرا أستاذ تامر الملحم، شكرا لكل أعضاء وشرطة جدة والمشاركين في هذه الحملة على الحملة الاستباقية اللي شاهدناها اليوم في الخاصة بالجوالات.